الفسيفساء هي إحدى فنون الزخرفة الجميلة، فقد استعملت الفسيفساء في المعابد الرومانية والبيزنطية وفي الكنائس، وكانوا يزينون بها جدران وأرضيات الكنائس. يعمل الفنان المصري محسن سالم على نشر تصاميم الفسيفساء في الديكورات الداخلية بمصر للمساعدة في إحياء هذا الفن التاريخي. الموزايك هو خامة موجودة من تقريبا من بداية البشرية يعني، وهو عبارة عن تجميع قطع صغيرة من خامات مختلفة، أيا كانت رخام أو فخار أو إزاز أو حجر، عشان نعمل منه أرضية أو نعمل منه حوائط، بيدي شكل جمالي للمكان. ورث محسن سالم هذا الفن من عائلته التي عملت في مجال الفسيفساء لعقود طويلة. سافر سالم إلى إيطاليا في أواخر السبعينيات وأذهلت أعماله الإيطاليين، وعندما عاد أدرك أن معظم الزخارف والتصميمات الحديثة مستوحاة من الفنون الغربية ولا تمثل المجتمع أو الحضارة المصرية. الغالب على الحياة الحديثة هو أنك تستعمل وترمي، تخلص حاجة وتربيها وتجيب غيرها، لكن الناس القدام كانوا بيعملوا حاجات بتعيش لفترة طويلة ولمدة زمنية كمان طويلة، مش بس ان هي عمرها طويل لكن شكلها الجمالي افضل، بدليل ان احنا لغايه النهارده بننبهر لما نشوف اي شغل قديم اثري او تاريخي ونروح نتفرج عليه، بنلاقي نفسنا مبهورين بالروعه وبالتقنيه بتاعه التنفيذ بتاعته. طيب ليه الحاجه دي ما تبقاش موجوده النهارده؟ الفسيفساء هي فن تجميع قطع صغيره من المواد الملونه لتشكل صورا او انماط مختلفة. هو خامة يعني ملهاش عمر، ملهاش وقت معين وبتخلص أو بتنتهي، هو كان موجود وما زال موجود لغاية النهاردة، بس إحنا استعملنا ليه هو اللي اتغير أو إحنا اللي بعدنا عنه باختصار يعني. يمكن رؤية